مجموعة من الأنشطة وفي مقدمتها أنشطة الاستثمار واستثمار المعجم. إذن أول خطوة في هذه ضمن هذه الأنشطة اكتشاف المعجم الجديد وتثبيته، ونتحدث هنا عن شكل عمل فردي ثم جماعي، بحيث يجعل المدرس المتعلمين يكتشفون المعجم الوظيفي المرتبط بالمجال. لأن دائما في سياق وضعية تواصلية أو درس في التعبير الشفوي يمكن أن نتحدث عن معجم، ولكن دائما في سياق المجال المستهدف. وهنا إذن نجعل المتعلمين يكتشفون المعجم المرتبط بالمجال من خلال أسئلة مركزة حول الوضعية، ونوجههم إلى ترويج المفردات الجديدة من خلال إجابتهم عن هذه الأسئلة المركزة، بحيث السؤال ينبغي أن يطرح لنجعل المتعلمين يكتشفون من خلاله مفردة معينة، ثم نعمل على تثبيتها في أذهانهم. ولابد من أن نسهل عليهم فهم هذه المفردات أولا في سياق الوضعية، يعني ضمن السياق الأصلي للوضعية. بعد ذلك نتحدث عن عزل هذه المفردات عن وضعية الانطلاق. يعني دائما نبدأ بالوضعية كمنطلق، ثم بعد ذلك نخرج ذلك المعجم من سياقه الأصلي أو نعزله عن سياقه الأصلي. وهو هذه العملية بالفرنسية يمكن تسميتها لا كونتكستواليزاسيون اي لا ديكونتكستواليزاسيون. يعني يكتشف المتعلم في البداية في سياقها الأصلي، ثم يعزلها عن هذا السياق. الخطوة الثانية ضمن هذه الأنشطة استثمار هذا المعجم بعد اكتشافه وبعد عزله. وهنا يمكن للمدرس أن يشكل ثنائيات تتحاور مروجة المعجم الجديد في سياق وضعيات تواصلية متنوعة. دائما في سياق هذه المرحلة، مرحلة الاستثمار والإنتاج، يمكن أن نتحدث عن أنشطة استثمار البنيات اللغوية. وعندما نتحدث عن البنيات اللغوية فإننا نقصد مجموعة من الأساليب، مجموعة من التراكيب المتصلة خاصة بالوظيفة أو الهدف التواصلي المطلوب. وهنا نتبع نفس المنهجية التي اتبعناها في أنشطة استثمار المعجم، بحيث نجعل المتعلمين يكتشفون هذه الأساليب والتراكيب أولا في سياق وضعية الانطلاق من خلال طرح مجموعة من الأسئلة المركزة التي تجعل المتعلمين يكتشفون هذه البنيات في سياقها الأصلي، ثم بعد ذلك يعزلونها عن هذا السياق ومن خلال إجابته بالطبع عن هذه الأسئلة. إذن يكتشف المتعلمون القواعد الكامنة وراء البنيات الوظيفية، ولكن هذه القواعد يكتشفونها بشكل ضمني ليس بشكل صريح، خاصة في المستويات الأولى، في المستويين الأول والثاني، يعني يكتشفونها بشكل ضمني. وتشمل الصيغة الشفوية أو المكتوبة لهذه القواعد، وكذلك يكتشفون العناصر التي تتكون منها هذه البنيات الوظيفية، وموقع هذه العبارات في الجملة، في الجمل. وبالنسبة للتراكيب يكتشفون حتى وظيفتها النحوية
ومعناها، ولكن كما قلنا بشكل ضمني ليس بشكل صريح. بعد ذلك يقدم المدرس عددا من الوضعيات الإضافية لاستعمال التواصل للتعابير أو التراكيب المدروسة، ويقترح وضعيات تواصلية جديدة تحفز المتعلمين على التعبير، موظفين البنيات اللغوية المطلوبة باستخدام مفردات مألوفة وعبارات، وكذلك حوارات صغيرة واضحة مع استعمال الصور أو التمثيل لبيان البنيات المستهدفة. في إطار أنشطة دائما المرحلة الأولى هي مرحلة الاستثمار والإنتاج، وبعد استكشاف البنيات، بعد استكشاف المعجم، بعد استكشاف البنيات اللغوية واستثمارها، نتحدث عن أنشطة الإنتاج الشفوي، أنشطة الإنتاج الشفوي. وهنا في هذا السياق نتحدث عن نوعين من أنشطة الإنتاج. هناك ما يسمى بأنشطة الإنتاج الموجه، وهنا يهيئ المدرس وضعيات جديدة مستحضرا بالطبع الوظيفة التواصلية أو الهدف التواصلي المنشور، ويوجه المتعلمين إلى التعبير عنها موظفين المعجم والبنيات اللغوية المناسبة، ويعمل من خلال هذه المرحلة على تنويع تقنيات التعبير الشفوي من تشخيص وارتجال ومناقشة ولعب أدوار، وكذلك التعبير في وضعيات حقيقية بالطبع مع مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين، وهذا يظهر خاصة عند الاشتغال بالمجموعات، فلا نجعل المجموعات متجانسة، لكن ينبغي الاشتغال في مجموعات غير متجانسة ومراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، خاصة عند تنويع عند تقديم وتنويع تقنيات التعبير الشفوي. بالطبع النوع الثاني من هذه الأنشطة هي أنشطة التعبير الحر. إذن بعد التعبير الموجه، لأن التعبير الموجه في التعبير الموجه يتدخل الأستاذ في عمق الوضعيات، يعني هو الذي يقترح الوضعيات، والتلميذ يعني يشتغل على وضعيات من اقتراح الأستاذ. لكن عندما نتحدث عن أنشطة التعبير الحر، فالتلميذ هو الذي ينتج الوضعيات، المدرس يلعب دورا أساسيا في التوجيه، في التشجيع، في تسهيل عمل المتعلم، بحيث يشجع المتعلم على توظيف المعجم والأساليب والتراكيب المدروسة في وضعيات تواصلية جديدة من إنتاجهم، وتكون هذه الوضعيات مستمدة من حياتهم اليومية، ويشجع المتعلمين كذلك على الوضوح، على تلوين الصوت، ومراعاة ما تتطلبه الوضعية من ألوان الأداء والتمثيل، مع مصاحبة ذلك بالإشارات والحركات الميمية والتعبير الجسدي المناسب. لماذا؟ لأن ينبغي دائما التذكير بأن عندما نشتغل على التواصل الشفوي، فإننا لا نشتغل فقط على كفاية لغوية، بل نشتغل كذلك على كفاية لغوية اجتماعية، وكفاية استراتيجية، وكفاية خطابية. لذا ينبغي الحرص على جعل المتعلم يتدرب على جميع هذه الجوانب، جميع جوانب الكفاية التواصلية. المرحلة الثالثة من مراحل